كلكم ايه يا رجاله؟ انا عايزكم تركزوا معايا كويس قوي في كل كلمه هقولها. عمليه تامين السلاح دي عمليه مش سهله، والغلطه فيها ثمنها غالي قوي، ومش غالي وبس، ده ممكن يبقى فيها ارواح بتطير. فما ينفعش غير اننا ننفذ اللي هقوله بالظبط. عشان كده انا رسمت لكم خطه ما تخرش المايه، هتمشوا ورايا كلمه كلمه وتنفذوا كل اللي بقوله بالملي وبالسنتي. سعد، سعد ابو السعود حبيبي، تعال 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 حبيبي، حبيب ابوك انت. ايه سرحان في ايه؟ بقول لك ايه، عايز اقول لك بقى كلمتين تحطهم حلقه في ودنك الحلوين دول. سامعني؟ عايزك تطلع ذكر راجل كده من ظهر راجل، تقف جنب الناس وتاخد حقهم. واوعى بات ليله وليك حق بره، فاهمني؟ اوعى بات ليله وليك حق بره. وكل اللي ليك عندي يا ابو السعود أأمن لك مستقبلك بالراحه بالراحه، بشويش بشويش، على هادي على هادي. لو كنت بتحبه صحيح زي ما بتقول وعايز تأمن له مستقبله، كنت سبت السكة الشمال اللي انت ماشي فيها وتعدلت زي ما وعدتني. مفيش حلاوة من غير نار يا بت. يا خوفي النار اللي انت بتتكلم عنها دي تحرقك وتحرقنا معاك وما تلحقش تطفيها. بقولك ايه، خدي الوقت، بلاش كتر كلام ورغي ولوكلوك على الفاضي، لاني برضاكي من غير رضاكي العمليه هتتم يعني هتتم. ها قلت ايه؟ ماشي يا عم ماشي. بعد اذنك بس هدفع كلمه مع الجماعه. ازيك يا زوبه، عامله ايه؟ ازيك يا سعد، وحشتني يا قط. شفت اخره المشي البطالي يا عوني؟ شفت اخره السكه المهببه دي؟ يا ما نصحتك قلت لك تبعد عن اللي انت ماشي فيه ده، ما سمعتش كلامي. العمليه دي بالذات كان قلبي مش مرتاح لها. مش وقت ولوله يا بت، اعملي معروف، انا مش ناقص، انا فيه اللي مكفيني، والله العظيم انا فيه اللي مكفيني. اول مره اشوفك ندمان يا عوني. عون القص عمره ما يندم على حاجه عملها حتى لو كل الناس شايفها غلط. انا اتربيت على كده، لما اعمل حاجه ابقى قدها واحاسب على طلباتها، هي دي الرجوله والاصول اللي اتربيت عليها. أنا مش حاسس في نفسي غير حاجة واحدة بس يا بت، فراقك وفراق سعد. توحشني أوي يا سعد، تعالى تعالى أما أشبع منك شوية. هتفضل زي ما أنت يا عم، عمرك ما هتتغير. كنت فاكرة إن أنت هتبقى ندمان على اللي عملته طول حياتك، بس يا خسارة. ليه يا رب اسمه كليم، وابني ده لازم أكله بالحلال وأربيه أحسن تربية
عشان ما يطلعش زيك في يوم من الايام. ايه تتجنيتي ولا ايه؟ انت عايزه تفسدي لي اخلاق الواد؟ انت عايزه تطلع اخلاقه اخلاق رقاصين؟ ايه مال الصيت اللي انا عملته ده كله؟ مين اللي هيورثه من بعدي؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ انت اكيد اتجننت. مين ده اللي اتجنن يا بت؟ انا سيد العاقلين، ولو انا مش هرش التيتا ماشيه ازاي ما كنتش قومت اتنين محامين عشان يخففوا لي الحكم. لان منام الدنيا دي حاجه واحده بس، اول ما اطلع الاقي سعد حبيبي نسخه كربونه مني. انسى يا عم اللي انت بتقوله ده، مش هيحصل ابدا. ده ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، عايز نرميه في النار بايدي؟ ربنا يديك يا عوني ويبعد عنك شيطانك. ربنا هو اللي بيهد الجميع يا زوزو، ربنا يخليك ليا، خليك ليا سعد. كفايه كده يا عم عشان ما تاخرش على الميعاد. حاضر يا باشا. خلي بالك من نفسك يا بنت، خلي بالك من سعد. خد بالك على نفسك يا عم.